بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في جامع النكاح. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد قال: أخبرنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه رحمهم الله عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه. وإذا اشترى بعيراً فليأخذ بذروة سنامه وليقل: وإذا اشترى بعيراً فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك. قال أبو داود: زاد أبو سعيد: ثم ليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة في المرأة والخادم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة ساقه المصنف رحمه الله في هذا الباب الذي عقده في أخريات كتاب النكاح، وجعله جامعا، الباب جامع في أحكام النكاح. وهذا يعني أنه سيذكر تحته أحكاماً متفرقة لا تندرج تحت باب واحد. وهذا الحديث أيها الإخوة إرشاد من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الحريص على أمته، حريص على خيرها، والحريص على هدايتها، والحريص على وقايتها من الشرور. الإنسان إذا تيسر له الحصول على ما يحبه وحل بيده قد ينسى ويغتر بما في يده، يشتري دابة أو خادما أو يتزوج امرأة فيفرح لذلك. ولا حرج على الإنسان في أن يفرح بنعمة الله التي تحل بيده، ولكن هذا الفرح قد ينسيه الاتكال على الله سبحانه وتعالى، وقد ينسيه مصدر هذا الرزق الذي حل بيده، وقد يغتر بما حصل في يده. ولذلك أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه الآداب الجامعة المفيدة للإنسان المسلم: إذا حل شيء بيده من هذه النعم ألا يأشر ولا يبطر ولا ينسى، عليه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. أنت لا تدري ما هو الخير، لا تدري هل الخير فيما حل بيدك أم فيما زواه الله سبحانه وتعالى عنك. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلذلك المرء المسلم مطالب في مثل هذه الأحوال باللجوء إلى الله والافتقار إليه، لا ينظر إلى هذه النعمة التي حلت بيده، لكن يستند إلى
قوة الله سبحانه وتعالى وإلى قدرته وإلى علمه. اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. الإنسان الذي يشتري دابة أو يشتري خادما أو يتزوج امرأة لا يفعل ذلك للشر، يريد الخير، ولكن لا بد أن يأتي إليه من بابه. الذي يقدر على ذلك إنما هو الله سبحانه وتعالى، والذي يصرف الشر والذي يستعاذ به إنما هو الله سبحانه وتعالى. أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وفي هذا الحديث أيضا دلالة على أن الخير والشر جبلة، أن جزءا من الخير وجزءا من الشر والعياذ بالله في فطرة المخلوق، قد يزيد بحسب البيئة التي يعيش فيها، وقد يتقلص ويقصر أو يضعف أو يمحي، لكنه في أصل الخلقة يوجد هذا في أصل الجبلة. سألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. ولهذا نرى أيها الإخوة اثنين في بيئة يتعرضان لبيئة كاسدة فاسدة والعياذ بالله، فيتأثر أحدهما أكثر من الآخر، مع أن المؤثر واحد، الأمر الذي تعرض له شيء واحد، لكن لأن أحدهما في فطرته وفي جبلته ما يدعو إلى هذا الأمر، فيتساوق هذا المؤثر معه فيزيد أثره. وأنت لا تعلم ما هو الذي جبل الله سبحانه وتعالى عليه هذه الدابة أو هذا الخادم أو هذه المرأة. فلذلك السبيل المؤكد والأمر المحقق أن تلجأ إلى من يعلم ذلك، الذي يعلم السر وأخفى. أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. هذه الدابة خادم، وإذا اشترى بعيرا يأخذ بذروة سنامه كما في الحديث الثاني، لأن هذا البعير قد يقتل صاحبه، يقتله يعني يبرك عليه فيطحنه، يقتله برفسة منه فيقتله، يوقعه في الأرض إذا ركب عليه وقعة شديدة ربما يحصل له بها ضرر. فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيك خير هذه الدابة وأن يقيك شرها، وهذا يعني أن المخلوق فيه ما يدعو إلى الخير وفيه ما يدعو إلى الشر. والله سبحانه وتعالى يقول وهديناه النجدين، يعني طريق الخير وطريق الشر. فلذلك الإنسان يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. إذا تزوج المرأة كما في الحديث الثاني فليأخذ بناصيتها. الناصية هي مقدم الرأس، يعني يضع يده على ناصيتها على مقدم رأسها، ويقول هذا يدعو بالبركة، يسأل الله البركة، يسأل الله خيرها وخير ما جبلها عليه، لأن هذا الشيء هو الذي يريده حتى تستقيم الحياة وحتى يحصل المقصود المراد من هذا الاقتران من هذا الزواج، البركة والذرية والأنس والرحمة والمعاشرة بالحسنى. هذا كله من البداية، من أول الأمر. ولذلك البدايات كما يقولون تدل على النهايات. الإنسان إذا ابتدأ الأمر وفق سنة الله ووفق هدي الله سبحانه وتعالى بشره بخير. لكن الذي يبتدئ والعياذ بالله هذه الأمور كما يحصل في كثير من عقود الزواج وغيرها
من المعاصي، تبتدأ بالمعاصي وبما يغضب الله سبحانه وتعالى. لا شك أن هذا له أثر على مثل هذه الزيجات، قد يقل أو يكثر، وقد يتوب أصحابها وقد يكثرون من الأعمال والصالحة فيقيهم الله شر ذلك العمل. لكن هذا الأمر يجب أن يصحب الإنسان من أول لحظة. ولماذا النبي عليه الصلاة والسلام أكد عليه في أول الأمر بالذات عندما يتزوج الإنسان أو عندما يشتري دابة أو مركوبا؟ لأن الفرح ينسيه. الإنسان الذي يتزوج ينسى كثيرا عندما يرى زوجه وعندما يقترب منها. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى هذا الدعاء المبارك حتى تحل البركة وحتى تندرئ الشرور والعياذ بالله. وحدثنا محمد بن سعيد، أخبرنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر أن يكون بينهما ولد، ثم قدر أن يكون بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا، ثم قدر أن يكون بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. نعم، ما شاء الله، هذا الحصن الحصين الذي أرشدنا إليه رسولنا عليه الصلاة والسلام والذي علمنا إياه حتى في مثل هذه الأحوال، في مثل هذه الأحوال أيها الإخوة التي تكون الشهوة فيها عارمة والإنسان ينسى كل شيء في مثل هذه الأحوال، إلا من رحم الله، النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى الإنسان المسلم أن يقول هذا الدعاء قبل أن يستمتع، قبل أن يدخل في غمار المتعة، أرشده إلى هذا القول: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. جنبنا الشيطان في أي شيء، هذه معاشرة مباركة، هذه معاشرة بشرع الله سبحانه وتعالى، لكن الإنسان إذا لم يسمي في هذه الحال قد يصحبه الشيطان في استمتاعه. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا جاء يأكل فلم يسمي أن الشيطان يأكل معه، يأكل معه من زاده. الطريقة التي تصرف بها الشيطان وتبعده عنك أن تسمي في بداية طعامك، فإذا سميت انصرف الشيطان ويولول، ما بقي له شيء، حرم من هذا. وكذلك إذا جاء أتى الإنسان أهله يأتي الشيطان فيشركه، فيشركه في أهله، لكن هذه التسمية تبعده: اللهم جنبنا الشيطان. طيب، ثم ماذا؟ الزواج يراد لماذا؟ والاستمتاع هذا إتيان الرجل امرأته، استمتاع الرجل بالمرأة واستمتاع المرأة بالرجل يراد لماذا؟ ابتغوا ما كتب الله لكم، الولد، عمارة الأرض، تحقيق مباهات النبي عليه الصلاة والسلام بأمته، تكثير الأمة. من هذا الطريق جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ليس بالضرورة أن يكون من كل اتصال بين الرجل والمرأة أن يكون هناك علوق، أن يكون هناك ولد، لكن ينبغي أن يكون هذا الدعاء مصاحبا للإنسان في كل أحواله، حتى إذا ما قدر أن يكون هنالك ولد
فهو محصن بإذن الله. هذا الكلام ليس اجتهادا وليس ابتكارا وليس تقولا، وإنما هو قول سيد الخلق المؤيد بوحي الله صلى الله عليه وسلم. لو قالها الإنسان قال إذا قدر أن يكون بينهما ولد من ذلك اللقاء لم يضره الشيطان، تحصين، يعني هو حصن نفسه وزوجه بهذا الدعاء، وحصن ما قد يحصل له من الولد. هنا نكتة لطيفة، وليس المقصود بالنكتة المضحكة، بعض الناس يظن أن النكتة هي الأمر المضحك، لا، القضية اللطيفة، يعني القضية اللطيفة التي قد تخطر على بعض الأذهان وقد تخفى عن كثير من الناس. ما هي هذه النكتة اللطيفة هنا؟ إذا كانت المرأة لا تلد، كبيرة السن، أو كان الرجل كذلك، يعني لم يكن شابا ولم تكن المرأة في سن الزواج، في سن الولادة، إذا كانت في سن الولادة وهو في سن الولادة فهذا الدعاء في محله، لأنه احتمال أن تحمل المرأة قائم. لكن إذا كان قد كبر عن ذلك، انقطعت المرأة عن الطمث، ما عادت أهلا للإنجاب، هل يشرع هذا الدعاء أو لا يشرع؟ نعم يشرع، نعم يشرع، لأنه دعاء أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. ما قال إذا كانت المرأة شابة يمكن أن يحصل لها ولد، قال إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله، هذا شرط، وهذا من أدوات العموم، كلام هنا مبني على الشرط، يعني من أدوات العموم في كل الأحوال، الكبير والصغير والشابة وغير الشابة والتي تلد والتي لا تلد، إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله. فالدعاء هذا مشروع لكل أحد من المسلمين إذا أراد أن يأتي شهوته مع أهله. النبي عليه الصلاة والسلام، أحد الصحابة سأل عمر رضي الله تعالى عنه، سأل أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه عن مسألة القصر في السفر. أصل مشروعية قصر الصلاة في السفر الخوف، يعني أنها شرعت في صلاة الخوف. ما هي صلاة الخوف؟ الصلاة التي تصلى في الحرب، في المعركة، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، الآية. طيب، أحد الصحابة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام تفكر في هذه الآية، هذه الآية شرعت في صلاة الخوف، ولماذا نقصر الآن؟ انتهى الخوف، أمنا وانتشر الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا، وبدأ هذا الأمر يحوك في نفسه، فلم يجد بدا من سؤال أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. قال يا أمير المؤمنين، إنا نجد في كتاب الله القصر في الخوف، فما بالنا نقصر وقد أمنا؟ سؤال وجيه. قال سألت النبي عليه الصلاة والسلام عما سألتني عنه، حاك في نفسي ما حاك في نفسك، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت يا رسول الله ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. شرعت لشيء لكنها استمرت هذه المشروع حتى وإن زال السبب. كذلك الرمل والاطباع في الطواف، في طواف القدوم للآفاق لمن جاء من خارج مكة، هذا شرع لماذا؟
شرع في عمرة القضاء النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه عندما جاءوا في غزوة الحديبية، جاءوا لا يريدون القتال، جاءوا يريدون البيت، وجاءوا بهداياهم معهم يريدون أن يذبحوها هنا، فصدهم كفار قريش. ثم كان ما كان من الاتفاق على صلح الحديبية، وكان من بنود هذا الصلح أن يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه في السنة القابلة. هذه السنة ليس فيها عمرة، كانوا محصرين فتحللوا. لما رجعوا في السنة التي بعدها للعمرة أخلت قريش البيت، ما كان فيه غير المسلمين، كان من بنود الاتفاق أن يخلوا لهم البيت المسجد 3 أيام ثم بعد ذلك ينصرف المسلمون. أين ذهب قريش؟ ذهبوا إلى الشعاب وإلى أطراف الجبال ينظرون إلى هؤلاء الذين قدموا. وقال بعضهم لبعض، كبراؤهم والملأ منهم ومن يضلونهم، قالوا: يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب. يثرب التي هي المدينة كان اسمها يثرب، فسماها الرسول عليه الصلاة والسلام طيبة وطابة ودعا لها بالبركة. كانت أرضا كثيرة المياه، كثيرة الزروع، كثيرة الوباء، فيها البعوض وفيها أوبئة كثيرة، والذي يأتيها قد يحم، قد يمرض. وقد مرض كثير من الصحابة الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مقدمهم، مرضوا بسبب هذه الأوبئة، أصابتهم الحمى حتى أصبح الواحد منهم يهدي يتكلم وهو لا يدري. ثم النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله أن ينقل حماها، حمى يثرب، إلى الجحفة، فأصبحت دارا طيبة مباركة بإذن الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن كفار قريش كانوا ينظرون إلى هؤلاء أنهم سيقدمون بناء على ما يقال لهم، أصابهم الهزال والأمراض، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يطبعوا وأن يرملوا إظهارا للجلد أمام هؤلاء الكفار وتكذيبا لظنونهم. فلما جاء الصحابة وبدأوا يطوفون ويرملون وهؤلاء ينظرون إليهم، بدأوا يكذبون هذه الأقاويل التي تصلهم، وبعضهم يقول لبعض: هؤلاء الذين تقولون وهنتهم حمى يثرب، هؤلاء في غاية الصحة يتقافزون كالظباء، كيف تقولون عنهم بأنهم وهنتهم حمى يثرب؟ إذن هذا الرمل كان مشروعا لماذا؟ لسبب معين، لإظهار الجلد أمام الكفار. لكن بعد ذلك استمر سنة. الشاهد في هذا أن الإنسان المسلم إذا أراد أن يأتي أهله يشرع له أن يقول هذا الدعاء، حتى ولو لم تكن هناك مظنة ولد فيه أو في زوجه. حدثنا هناد عن وكيع عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأته في دبرها. نعم، هذه مسألة أيها الإخوة يجب أن يهتم لها كل إنسان مسلم، لا سيما وقد كثرت الأقاويل وتقول الأفاقون على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة عظيمة أيها الإخوة. الله سبحانه وتعالى شرع الزواج لحكم عظيمة، منها الاستمتاع وإعفاف الفرج وتحصيل الولد، ولكن ذلك كله يكون في مكان أعده الله سبحانه وتعالى لذلك.
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، في موطن الحرث، لكن في غيره هذه ارتكاسة، ارتكاسة. يعني هذا الدبر والعياذ بالله إتيان المرأة فيه هذا من ارتكاس الفطرة، وهذا من عمل قوم لوط، هذا عمل قوم لوط. لكن هؤلاء والعياذ بالله يتذرعون بأقاويل لا تصح ولا تثبت، منها أن هذه الأحاديث، هذا حديث واحد في النهي عن إتيان المرأة في دبرها، ولكن هنالك أحاديث أخرى، كل هذه الأحاديث فيها مقال، يعني ليست أحاديث قوية بمفردها، لكنها في جملتها يعضد بعضها بعضا، وهذا أمر معهود في باب الاستدلال، في باب الاستدلال أحاديث كثيرة، وإن كان في بعضها ضعف لكنها تتعاضد وتتقوى، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن هنالك ما يؤيد هذه الأحاديث من خارجها، هنالك مؤيدات أخرى. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: فأتوا حرثكم أنى شئتم. أين موطن الحرث؟ كما تزرع الأرض أنت تزرع الولد، أين يزرع الولد؟ هذا هو الذي قال: ائتوا حرثكم أنى شئتم، وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله. لا بد من تقوى الله، فهذا دليل على أن إتيان المرأة لا يكون إلا في موطن الحرث، هذه الآية، فهي تؤيد هذه الأحاديث. وكذلك تشنيع الله سبحانه وتعالى على عمل قوم لوط، أهلكهم الله سبحانه وتعالى، خسف بهم، يعني قلب عليهم الأرض عاليها سافلها بسبب عملهم هذا المنكر والعياذ بالله، بسبب عملهم المنكر. يقولون بأن المرأة حل لزوجها، يستمتع بها كيف شاء، يستمتع بما أحل الله سبحانه وتعالى، لكن لا يستمتع بما حرم الله سبحانه وتعالى. إذا كان عند الإنسان حديقة فيها عنب وفيها نخيل، حلال له أن يأكل من ثمرها، الأكل من العنب والأكل من التين والأكل من النخل، هذا حلال. لكن إذا صنعه خمرا يقول هذا حلال، هل هذا يستقيم؟ لا يستقيم، لأنه حتى وإن كان في أصله حلال لكن هذا الصنيع الذي تعلق به حرام، فهذا أمر محرم، بل إنه قد ثبت اللعن على فاعله حتى ولو كانت زوجه، حتى ولو كانت امرأته، لأن الله سبحانه وتعالى أحل له الاستمتاع بها بطريقة معينة وفي مكان معين ولغرض معين. نعم. حدثنا ابن بشار، أخبرنا عبد الرحمن، أخبرنا سفيان عن محمد بن المنكدر رحمهم الله قال: سمعت جابراً رضي الله عنه يقول: إن اليهود يقولون: إذا جامع الرجل أهله في فرجها من ورائها كان ولده أحول، فأنزل الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الإصبع، حدثني محمد يعني بن مسلمة عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن ابن عمر رضي الله عنهما والله يغفر له أوهم، إنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن، مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب، وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف، وذلك أستر، وذلك أستر ما يكون للمرأة، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم،
وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحاً منكراً ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات. فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرته عليه وقالت: إنا كنا نؤتى على حرف، فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني، حتى شري أمرهما. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات، يعني بذلك موضع الولد. نعم، هذا من أضاليل اليهود. الأحاديث هذه تدل على أضاليل اليهود منذ الزمن القديم. واليهود وجدوا في المدينة، كانوا من أهل المدينة، من سكان المدينة، وكان معهم الأوس والخزرج وقبائل أخرى من قبائل العرب، ولكن أكبر القبائل التي كانت معهم كانت قبائل الأوس والخزرج. وكان اليهود يتفاخرون على هؤلاء لأنهم مشركين. العرب كانوا مشركين يعبدون الأصنام، ما عندهم كتاب ولا عندهم نبي، فكانوا يتفاخرون عليهم ويتعالون عليهم باعتبار أنهم أهل كتاب، عندهم التوراة، وإن كانوا قد حرفوا في هذه التوراة، لكنهم كانوا في موطن يقتدى بهم ويسمع إلى أقوالهم، وهم يحرفون الكتاب كما قال الله سبحانه وتعالى. هذا ليس في دين الله، لكنه من عندهم. كانوا يقولون إن المرأة إذا أتاها زوجها في قبلها من الخلف في مكان الحرث جاء الولد أحول، يعني هذا تنفير وتأكيد لما يقولونه من أنه لا يجوز إلا أن تؤتى المرأة على حرف، يعني على جنبها، يقولون هذا أستر ولا يجوز غيره. طيب، ولو أن الإنسان تجاوز وفعل، خوفوه، قالوا بأنه إذا فعل غير ذلك أو جاء يعني جامعها في قبلها من الخلف جاء الولد أحول، يعني لا بد أن يلتزم السامعون بما يقوله اليهود. لما هاجر الصحابة المهاجرون عندما انتقلوا إلى المدينة، ما كانت عندهم في مكة هذه الفرية، ما كان عندهم اليهود، وكانوا يستمتعون من النساء بطريقة منكرة في دين اليهود ودين أهل المدينة. وعرف أهل المدينة أن هذا الاستمتاع بالمرأة على غير الطريقة التي ذكرت يعد مخالفة، وتترتب عليه مضار، أقلها أن الولد يأتي أحول إذا جاءها من خلفها في قبلها. كانت هذه عادة الناس هنا، يتلذذون بالنساء على الطريقة، على أي طريقة، في بشرط أن يكون ذلك في مكان الحرث. فتزوج رجل من المهاجرين، تزوج رجل من المهاجرين الذين قدموا من مكة، وهذا هو المقصود، كان هذا الحي من المهاجرين الذين هاجروا ممن؟ من قريش ومن مكة. كان هذا الحي يخالفون صنيع اليهود ولا يحصل لهم شيء، لكنهم وجدوا أهل المدينة يستمسكون بهذا التهديد الذي خوفهم به اليهود. فتزوج رجل من المهاجرين بامرأة من الأنصار، فأراد أن يستمتع بها على الطريقة المعهودة عندهم، فأبت ذلك وقالت: لابد أن يكون
على جنب، فإما أن تفعل ذلك وإما أن تعتزلني، يعني لا أسمح لك. وشري أمرهما، يعني اشتد الخلاف، اشتد الخلاف وطال النزاع، وخرج الأمر خارج دائرة الزوجين حتى وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه المرجع النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأمور، إما أن يقول إن هذا الأمر صحيح أو أن يقول إن هذا الأمر خطأ، فلا يجد الناس مناصا حينئذ من القبول والتسليم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، القول الفصل عند النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاء هذا الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله تبارك وتعالى قوله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. أن هذه تدل على الكيفية، تدل على الكيفية، على أي طريقة أردت، مقبلة مدبرة على ظهرها على جنبها، بشرط أن يكون ذلك في موطن الحرث. فدل ذلك على تكذيب اليهود فيما يقولونه وفيما ادعوه وفيما أشاعوه في مجتمع الأنصار. باب في إتيان الحائض ومباشرتها. حدثنا موسى بن إسماعيل، أخبرنا حماد، أنبأنا ثابت البناني رحمهم الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت، ولم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت. فسُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذًى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جامعوهن في البيوت، واصنعوا كل شيء غير النكاح، غير النكاح. فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئاً من أمرنا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا ننكحهن في المحيض؟ فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث في إثرهما فظننا أنه لم يجد عليهما. نعم، وهذه أيضا من ضلالاتهم، لعنهم الله. كانوا إذا حاضت المرأة فيهم اعتزلوها، لا يكفي ذلك بل أخرجوها من البيت، يعني من المكان التي هي فيه، وضعوها في مكان منعزل، لم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها. المقصود بكلمة يجامعوها في كل موارد هذا الحديث والأحاديث التي جاءت بعده ليس المقصود المعاشرة بل المخالطة والمؤانسة، الاعتزال الكامل. كانوا يعتزلونهن، وهذا من الجور وهذا من الظلم، لأن مسألة الحيض هذه مسألة جبلية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عندما حاضت وهي في حال الإحرام في الحج، قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، شيء في الجبلة والفطرة، كما يتمخط الإنسان، كما يتبرز، كما يتبول الإنسان، يحصل منه، كل واحد يحصل منه ذلك،
كذلك يحصل من المرأة هذا الأمر الخاص بها، وهو نزول دم الحيض في وقت معين لمن كانت فيه، يتوقع منها ذلك في سن معينة. فكان اليهود يزيدونها ألماً على ألمها وغضاضة على غضاضتها، لأن المرأة في زمن الحيض يحصل عندها تغيرات جسمية ونفسية ويضيق خلقها ربما بسبب هذا الأمر الجبلي. فالمفترض في من حولها أن يترفق بها، ألا يشعرها بالغضاضة، ألا يشعرها بالبغضاء، هي لم تفعل شيئا، هذا أمر جبلي، هذا أمر جبلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بمخالطة ومجامعة الحيض، والمقصود قلنا بالمجامعة هنا المخالطة المعاشرة والمساكنة، ألا تخرج من البيت، أن تعامل كالأحوال المعتادة، كالأحوال المعتادة. وهذا رد على اليهود وتكذيب لما قالوه. لما سمع اليهود بذلك تغيضوا على النبي عليه الصلاة والسلام. القصة المتقدمة، قالوا ماذا؟ قالوا إنه إذا أتى الرجل امرأته في قبلها من خلفها جاء الولد أحول، فكذبهم الله سبحانه وتعالى، وذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فلا على الناس ما أنزله الله عليه، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فجاءت هذه القصة فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بمخالطة الحيض ومؤاكلتهن ومشاربتهن ومؤانستهن ومساكنتهن، فتغيظوا، قالوا ما يريد هذا الرجل إلا مخالفتنا في كل شيء، كل شيء نقوله يخالفنا، إن قلنا نعم قال لا، وإن قلنا لا قال نعم. هذا الكلام غير صحيح، هذا افتراء على الله. النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء ليغير كل شيء، هذا انتبهوا لها أيها الإخوة، ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليغير كل شيء كان موجودا قبله، بل جاء النبي عليه الصلاة والسلام يغير الأشياء الباطلة ويثبت الأشياء الحسنة، يثبت الأشياء الحسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك دعي النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام دعي وهو في شبيبته في مكة مع بعض أعمامه إلى حلف في دار عبد الله بن جدعان أحد كبراء قريش. دعي النبي عليه الصلاة والسلام مع من دعي للتعاقد والتعاهد على هذا الحلف. الحلف هذا على أي شيء؟ على نصرة المظلوم وإغاثة الملهوف وإطعام الجائع وكسوة العاري، معاني جميلة. كان هؤلاء يسمون بالمطيبين لأنهم جاءوا بإناء فيه طيب، فكل من عاهد وضع غمس يده في هذا الطيب. هؤلاء الحلف على أمر عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في الإسلام يقول لأصحابه عن هذا الحلف، يقول لقد دعيت في إلى حلف في دار ابن جدعان، لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. حق 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 أن يتبع، لكن هؤلاء الظلمة الفسقة الفجرة الكفار أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء الخير كانوا يشيعون هذه القولة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخالفهم في كل شيء حتى ولو كان حقا. لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يخالف في الأشياء التي فيها باطل. بعض الصحابة من خيار الصحابة، عباد بن بشر وأسيد بن الحضير، من هؤلاء من أصحاب العقبة، من الذين بايعوا في العقبة، وحسبك بهذا شرفا، كبار الأنصار، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما سمعوا مقالته أن الحائض
تساكن وتآكل وتشارب وتخالط، وأن مقولة اليهود هذه مقولة باطلة. قالوا: يا رسول الله، أفلا نجامعهن؟ يعني أفلا نستمتع بهن ونطأهن؟ ما دام المسألة كذا، ما بقي إلا قضية الوطأ، يعني كأنه لا فرق بين الحائض وبين غير الحائض. فلما ذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام تمعر وجهه، تغير وجهه كراهية لما قالوا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله، لكنه في الأحوال العادية كان يصبر الرسول عليه الصلاة والسلام ويكظم غيظه، لكن إذا انتهكت محارم الله كان النبي عليه الصلاة والسلام يغضب. فتمعر وجهه، تغيظ من هذه القولة، وما ذكر شيئا، فقاما من عنده، انصرف. فظن بعض الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام قد غضب عليهما، لأنه تغير وجهه عندما ذكر له ذلك. وهما في الطريق جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام هدية. ما هذه الهدية؟ لبن أهداه إليه بعض أصحابه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويثيب عليها. فأرسل في إثرهما، أرسل من ناداهما، فجاء إليه فأسقاهما من ذلك، سقاهما من ذلك اللبن. هذا يدل على ماذا؟ أنه ما غضب عليهما، غضب من هذه القولة، غضب من هذا الفعل، لكنه ما غضب عليهما. فأدرك الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يغضب على أسيد بن الحضير وعباد بن بشر، لكنه أنكر هذه المقالة أن توطأ المرأة حال الحيض. نعم. حدثنا مسدد، أخبرنا يحيى عن جابر بن صبح قال: سمعت خلاسنا الهجري رحمهم الله قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامث، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده، وإن أصاب تعني ثوبه منه شيء وإن أصاب تعني ثوبه منه شيء غسل مكانه ولم يعده وصلى فيه. نعم، هذا تأكيد بفعل النبي عليه الصلاة والسلام لما تقدم، أن المرأة الحائض كغيرها، الزوجة هذه تؤكل وتشارب وتساكن وتنام مع زوجها في فراش واحد، بل إن أم المؤمنين تذكر تقول: كنت أنام أنا والنبي عليه الصلاة والسلام في شعار واحد. ما هو الشعار؟ في عندنا شعار وفيه عندنا دثار. الشعار هو الذي يلي البدن، أقرب لباس إلى البدن، الذي يباشر البدن يسمى شعار، والذي يأتي فوقه يسمى دثار. يعني الملابس الداخلية هذه تسمى إيش؟ شعار. فكانت مع النبي عليه الصلاة والسلام عليهما يلتحفان شعارا واحدا، وهذا يعني التصاق أجسادهما. ها؟ تقول: كنا في شعار واحد، حال الحيض، فإن أصابه، يعني إن وقع من دم الحيض على بدنه الشريف غسله ولم يعد مكانه، وإن وقع على بعض ثيابه غسله. الشعار هذا، وهذا يعني آخر ما يتصور أن يلتصق بدن الحائض ببدن زوجها، هذا دليل على الحل ودليل على بطنان الأقاويل التي كان اليهود يقولونها. الشعار هذا النبي عليه الصلاة والسلام بالمناسبة ذكره، سنقف عند هذا لأن معنا بعض الأسئلة. النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء في فتح مكة ودخل وأنعم الله عليه
بهذا الفتح العظيم وأزيلت الأصنام من الكعبة، الأنصار وقع في نفوسهم شيء، وخاصة عندما عفى النبي عليه الصلاة والسلام عن كبراء قريش الطلقاء، عندما سامحهم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال بعض الأنصار لبعض: الرجل أدركته رقة في قومه، عاد إلى بلده وهؤلاء قومه، نخشى أن يتركنا في المدينة ويبقى مع قومه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بلغته هذه المقالة، فجمعهم النبي عليه الصلاة والسلام وأثنى عليهم وذكر فضلهم. مما قاله النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: الأنصار شعار والناس دثار. يعني أقرب شيء إلى النبي عليه السلام من؟ الأنصار. فالأنصار شعار، شبههم بالثوب الذي يلي البدن، ليس أقرب منه شيء إلى البدن. قال: والناس، يعني بقية الخلق، دثار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوكم هذا يقول: في الحديث الأول ذكرت المرأة مع الخادم والدابة، أليس في هذا انتقاصا للمرأة؟ كيف يأتي هذا الانتقاص؟ هذه نعمة من النعم التي أنعم الله بها على الإنسان، أن ينعم عليه بزوج، أن ينعم عليه بدابة، أن ينعم عليه بخادم. هذه نعم، ليس بعضها متولدا من بعض، ولكن بعضها منضاف إلى بعض من فضل الله سبحانه وتعالى. فلا يتصور أن يكون هذا انتقاصا للمرأة. ما قال: تربط المرأة مع الدابة ولا تربط مع الخادم، لا، لكنه ذكر أحكاما تخص حكما واحدا يخص كل واحد من هؤلاء. إذا تزوج امرأة أو اشترى خادما أو دابة فليقل كذلك. ها؟ كالإنسان الذي تحصل عليه موجبات غسل كثيرة، عليه جنابة، أو المرأة عليها جنابة وعليها حيض وفي بدنها نجاسة، هذه تحتاج إلى غسل، وإن كانت موجبات الغسل هنا متعددة، لكن الغسل حكم واحد، هذا الغسل يكفي لكل هذه الأمور. فليس هذا انتقاصا للمرأة، بل بيان لأن المرأة نعمة من نعم الله، والنعم الأخرى نعمة من نعم الله، وليس هذا تعداد لكل نعم الله، ولكن هذا الذكر لهذه النعم العظيمة في مكان واحد. السؤال الثاني: أخوكم يقول: ما حكم من أتى امرأته في دبرها مرات عديدة؟ والله هذه معصية كبيرة من كبائر الذنوب، يستحق صاحبها اللعن، لكن التوبة تجب ما قبلها، التوبة الصادقة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، والتي نص الله عليها في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ما هي التوبة النصوحة؟ الإقلاع عن الذنب والندم على ما مضى، الإنسان يتذكر الذنب الماضي فيندم، وأن يعزم على ألا يعود. هذه التوبة النصوح في حق الله. وإذا كان في حق العباد قد أخذ مالا لأحد أو ظلم أحدا أو ضربه أو اغتابه، فعليه أن يتحلله منه أو أن يعيد له حقه، هنا تكون التوبة نصوحا. فإذا حصل من الإنسان هذه المعصية، والإنسان لا يبعد أن تحصل منه تقع منه معاص، عليه أن يستتر بستر الله وأن يتوب إلى الله توبة نصوحة، وأن يندم على الماضي، وأن يكثر من الأعمال الصالحة، إن الحسنات يذهبن السيئات. أخوكم هذا يسأل عن النشوز، يقول: إذا كانت المرأة ناشزا كيف يمكن علاج ذلك وقد كثر هذا الأمر؟ علاج النشوز ذكره الله سبحانه وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا.
وإن خفتم شقاق بينهما، آخر المراحل، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فالأحوال التي ذكرت، مراحل العلاج التي ذكرت، الأولى الوعظ والهجر في المضجع والضرب الخفيف، هذه فيما إذا كانت المرأة في بيت الزوجية، لكن إذا ذهبت إلى بيت أهلها فإنه لا يبقى مجال للصلح إلا عن طريق تحكيم الحكمين، بعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ينظران في الأمر، وما يقره الحكمان هو الشيء الذي يمضي. يقول: ما حكم دخول المرأة الحائض، جلوس المرأة الحائض في المسعى؟ المسعى في الأصل ليس من المسجد، لكنه الآن أصبح في حكم المسجد لأنه اتصل به، والعلماء يقولون الزيادة لها حكم المزيد، أصبح في داخل سور المسجد، فلذلك لا تجلس فيه الحائض، لا تجلس فيه في الساحة، هذه خارج المسجد يعني لا بأس. يقول: إذا أراد الرجل أن يتزوج بامرأة ثانية، بزوجة ثانية، هل من الأفضل أن يخفي عن الزوجة الأولى موضوع زواجه بثانية لفترة من الوقت؟ أمر الزواج لا بد أن يكون معلنا، لكن إذا هذه مسألة تقديرية، إذا كان الزوج يريد أن يأخذ امرأته الأولى بالتدريج ليقنعها حتى تقبل بالأمر فلا بأس، هذه مسألة تقديرية، لكن ليس هذا حكما عاما في كل الناس، بعض الناس قد يقدم عليه ويعرف أهله ومن حوله وأزواجه أنه يريد أن يتزوج، لكن إذا كان هذا الإنسان له ظروفه الخاصة ويريد أن يأتي بالأمر بالتدريج فلا بأس بذلك، إذا كان يرى في هذا المصلحة فلا حرج في ذلك إن شاء الله. اللهم صل على محمد.